الهدم أكثر ما تسهم في البناء. ونحن اليوم كمغاربة في حاجة إلى تنمية الإنسان وتوعيته على المستوى النفسي وعلى المستوى الروحي وعلى المستوى الفعلي وعلى المستوى الممارسات من أجل أن يتجه اتجاها صحيحا. ولهذا فكما يقال في السلطة الرابعة على المستوى الإعلامي إن الخبر مقدس والتعليق حر. إذا فلا بد أن نعتبر أن الإشاعة تقف في مواجهة، يعني الإشاعة تقف ضد هذا التوجه العام للإعلام. ونشكر الإعلام الذي يبذل مجهودات جبارة من أجل النهوض بهذه من أجل النهوض بالقيم الأخلاقية، القيم النبيلة، القيم السامية التي، ولكن مع الأسف أن الإشاعة أصبحت تفرض نفسها بطريقتها، لأنها تقوم على الثقافة الشفهية، على ثقافة الأذن في الغالبية، لا مصدر لها ولا خبر. ولهذا فهي تنتعش حينما تجد غيابا للتوعية. فولهذا فنحن نعد أن دواء هذا الداء، نعد الإشاعة داء، دواء هذا الداء هو أنه لا بد أن نحس أن نقدم أياما تحسيسية وورشا وطنيا كبيرا لكي نقدم بدائل على الأقل للتخفيف من هذه الآفة. وشكرا للإعلام الذي يهتم بنا، شكرا جزيلا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد. جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.